سائل يقول: هل يجوز أن يسمى الابن باسم هل يجوز أن يسمى الابن باسم نبي من أنبياء بني إسرائيل كيسوع ودانيال؟ يسوع هو عيسى، لا تجيبه بهاللفظ هذا، عند النصارى يقولون يسوع، أن تجيبه كما سماه الله عيسى، سمى عيسى ما يخالف. والثاني دانيال، دانيال هذا نبي نعم، لكن ما سمعنا أنه يسمى ما ندري نعم، يعني ضاقت الأسماء إلا هالاسم نعم.